فرجيك يا فادي. إجا هلا فرجيك. هاي فادي، شو بك ما انبسطتي بشوفتي؟ ناطرة حدا؟ ناطرة خيك المصوم. وين راح؟ ما بعرف وين إجا وجيه وصحبه. جوجو؟ راح مع جوجو؟ ايه راح مع زفت. ما قالك وين راح؟ لا. طيب هلا بفرجيك يا فادي النحس. لشو معصبة؟ منو مع جوجو؟ ما كرمال هيك معصبة. ليش في حدا نازع على جوزي غير جوجوكي؟ جوجويه. لكن مايا، لكن ما بقى تعصبيني، ما بقى تعصبيني، شو عم فهمك ها؟ ما بقى تدلعي لجوجو قدامي. وجيه النحس. دخلك كارين، لشو بتضلك معصبة هيك؟ من عميل خيك اللي بتفرح القلب. لا كارين ما بيسوى هيك، ما لازم تضلك معصبة. خد الاشياء ببساطة ودايما تحكي وبتشوفي كيف بتنحل كل مشاكلك بدون ما تحسي. ما فيي، انا هيك طبعي هيك. ما تقولي طبعك هيك، مع شوية تمرين بيتغير طبعك. عم بتمرن تحت ايد خيك. ليكي كارين، بدي اقول لك شغلتين. اول شيء لما تجي لتعصبي عضي على ايدك، وتاني شيء اليوغا. يوغا؟ ايه اليوغا بترخي الاعصاب وبتريح الجسم وبتصيري تتعودي تعدي للعشرة قبل ما تعصبي. قولك هيك؟ اكيد، وانا رح اعمل معك. بس وين؟ هون بالبيت. كيف؟ مين بده يعلمنا؟ انا. ما انا من 3 سنين تعلمت اليوغا ورح علمك اياها ببلاش، بس عشرت. شو؟ نكون كتار، لانه ما حلو اليوغا الا جروب. قول من هالناحية ما تعتلي هم ابدا. هلا بخمس دقايق بجمع لك كل شيء في جيران بالبنايه، ما هن بدهم لهوه من الله. خي بلشت احس حالي مرتاحه واعصابي مرتخيه من هلا. خلص بعدك مايا، ما بقى رح اعصب بحياتي ولا بقى رح علي صوتي بحياتي على حدا. الو، مش بونجور يا فادي، مو فجور، ومش بس مو فجور، تري مو فجور. حدها ايدك لما تعصبي. هاي حياتي، انت مع جوجو؟ انتبهوا على حالكم ورجع على اقل من مهلك، خذ كل وقتك. اوكي باي. شو بيك مثل اللي ضربته الكهرباء براسه؟ كريم شو بها؟ حكيتني برواق. لا معك حق تنصدم وتكتل. شو انت خلصت حاج؟ خلصت، بس عم فكر اتحلى بشي كنيفي. شو رأيك حليك بشي كفين وجهي؟ قوم يا خي، صار الساعة 10 بعد ما رحنا عند جوهرجي. صوته لكريم ما عجبني. ما بعدك عم تقلي انه حكيتك برواق. ما في شي انا بيقهرني وبيعذبني بالدني الا رواقة لكريم. دخلك هذا مش عمي؟ يه بلا. يه مين هيدي اللي معه؟ يه شو بيعرفني؟ يه شنقلة. يه يه عجي. يه يه بس لإيدك. فاتين على محل جوهرجي. يه فاتوا. يه قولوا مدام. ايش عبير القمر؟ عقد، قصواره، خاتم، حلق، قولي وبس. التقم. ايش يعني؟ يعني عقد وقصواره وخاتم وحلق. كلهم؟ كتار علي. لا لا قليل، كتير قليل. عندك تقومي حلوه يا مدام؟ طبعاً عندي تقومي حلوة، عندي تقومي الذهب، عندي تقومي الماس. خذوا وقتكم وتفرجوا، بتحبوا فرجيكم؟ طبعاً طبعاً. هيدا الماس شفتي؟ بس هيدا أحلى. بليز بتفرجيني هيدا مرة. طيب فرجيني وكله فرفضة. الماس هيدا؟ هيدا الذهب ها؟ هيدا تقم ذهب. حلو كثير، حلو كثير. ها بعد في؟ هيدا الماز، الماز هيدا تقم الماز. شو هو تقمين الماز؟
ايه الماس مهضومين. وانت اهضم يا حياتي، نقي الطقم اللي بيعجبك. اي اغلى طقم مدام؟ اغلى طقم هيدا الالماس، حابه تشوفيه؟ سامع شيء؟ ماشي. وانت؟ ولا شيء. قرب قرب بعد. شو قرب بعد؟ رح اطلع من الازاز. ايش حياتي؟ قلت لك المدام هودي اغلى طقمين، نقي واحد منهم. ما بعرف، محتارة. ايه، بايش محتارة؟ بركي انا بقدر ساعدك. هيدا عقده احلى. ايه بس هيدا صورته احلى. عظيم. وهيدا ختمه احلى. الحل؟ لا بس ما هيدا حلقه احلى. والحل؟ ناخد اثنين. ما فيش عندك حل احلى؟ سوسو. ايه حياتي. طيب ناخد اثنين. وليش عم ناخد اثنين؟ لف